تواصل القوات المسلحة تقدمها في القاطع الغربي لمدينة بنغازي. العمليات العسكرية مستمرة، وآخرها عملية انطلقت أولى أيام عيد الأضحى. تمكن الجنود على أسرها من السيطرة على كل من قرية المجاريس وحي بوصنيب بالكامل، وعمارات الشركة التركية، وطريق الهرابة التي كانت تستعملها الجماعات الإرهابية كخطوط إمداد لها عن طريق البحر، وتحرير جزء كبير من شارع الشجر بمحور القوارشة، حيث باتت تنحصر الاشتباكات في محيط مركز القوارشة بذات المحور. غرفة عمليات للجماعات الإرهابية ومنظومة الهيتيريا اللاسلكي، وهي منظومة اتصالات عسكرية، أجهزة حاسوب تحمل بيانات ذات أهمية كبرى، باتت في قبضة القوات المسلحة. كما تم استرداد عدد كبير من الأسلحة والأليات العسكرية التي تركتها الجماعات الإرهابية بعد اشتداد المعارك وتضييق الخناق عليها. تحركات القوات البرية تساندها طلعات جوية مستمرة، حيث قامت مقاتلات سلاح الجو خلال الأسبوع الماضي برصد مواقع عديدة للإرهابيين، فتم استهداف دبابة وعدد من الآليات المسلحة ومخازن للذخائر، وثلاث مواقع تستعملها الجماعات الإرهابية كمصانع للمفخخات. صنف الهندسة العسكرية بدوره يقوم بإزالة المفخخات والألغام لفتح ممرات للقوات المسلحة البرية لتسهيل مهمة تقدمها. كما تشهد المناطق المحررة عملية مستمرة لإزالة ما زرعه العدو من مخلفات للألغام حصدت أرواح الكثير من الأبرياء والعسكريين. المعارك في بنغازي باتت قاب قوسين أو أدنى من الحسم، وما يعيق حسمها هي العائلة العالقة والتي يتخذها الإرهابيين كدروع بشرية، ولكن الجنود عازمين ومصرين على أن يكونوا للنصر حاصدين. صفاء الحاسي، ليبيا.